هاي. عدا عن أنه وسيلة تسلية وتواصل مع الآخرين، يعتبر البولينج نشاط رياضي صحي للناس، فهو يعتبر تمرين، وكل ساعة من ممارسة هالرياضة بتساهم بحرق 273 كالوريز بالاعتماد على الوقت يلي بيقضيه الشخص هو وعم بيلعب مقارنة بفترات الجلوس. بتساهم اللعبة بتقوية عضلات الجزء الأعلى من الجسم، فحمل الطابة هو تمرين للإيدين، وبيساهم بتحقيق المرونة والتوازن من خلال استخدام عضلات ما بتستخدم عادة بالحركة. وهالرياضة مناسبة للأشخاص المتقدمين بالسن. للعبة تأثير اجتماعي، فهي بتساهم بالتواصل بين الناس، خلق صداقات ومعارف جديدة، والاستمتاع مع الأصدقاء بعيداً عن ضغوطات العمل والأجهزة الخلوية. مين قال إنه البولينج عنده تأثير على الصحة العقلية؟ لأنها بتشجع التركيز، الهدوء وإعادة التجربة. أنا قال بشوفكم بكره.